هيدا الشخص بس يروح يشتغل بيكون عم بحس حاله فعال ومنتج. طبعا بيكون عم بيشيل عبء عن أهله. صح. لأن صار عنده نوع من الاستقلالية. وفي مبدأ عنا بالمجتمع اللبناني للأسف أنه ما تواخذيني رح قلك إياها مثل ما هي. أولى مثل ما هي. يي ليش هيدا بيقدر يشتغل؟ ما حرام ما بيطلع من أمره شيء. شو بتقلن للي بيقولوا هيك؟ لا يا أخي معطيه فرصة. لأنه هيدا اللي بيروح على مطلق أي فرصة عمل بيصير بده يشتغل ضرب 4 أو ضرب 10 ليثبت طاقته. وقت اللي بيكون عم يشتغل مش بس عم يشتغل وعم بيطلع مصاري، عم يتعرف على ناس على الصعيد الاجتماعي. طبعا عم يطلع، عم يطلع من بيته، عم بحس حاله مسؤول عن نفسه، ما عم بحس حاله منبوذ، عم ينخرط بالمجتمع. صح 100%. بس خلينا نقول هون انه للي بيقولوا هيدا الكلام وانت عم ترد عليهم، يمكن في وظائف محدده بيقدروا يقوموا فيها على اكمل وجه من دون ما يحسسوا رب العمل انه انا ما قادر اتمم هالمهمه. صح طبعا 100%. اذا بتتكيف الوظائف بالضبط، اذا بتتكيف الوظائف بيقدروا يشتغلوا اي وظيفه. ايه بيقدروا يعني يعملوا كل شيء. يعني بيقدروا يعملوا اكيد ما عم بقول مثلا جورح حال قاعد على كرسي يروح يلعب مع ميسي ببرشلونه لنقول يعني، او انا اشتغل طبيب او انا اشتغل طبيب او مهندس. هل هلا هلا قصدت تقولوا انه دائما بنلاقي شيء مناسب لكل اعاقه في عمل مناسب؟ طبعا. بعدين ست منى بدي اقول لك شغله، معلش يعني اليوم الست هي موجوده معنا، استاذ ابراهيم عنده 25 سنه خبره، شهاداته اذا بتعلقيها على الحيط ما في مطرح يحطها يمكن. انا عم بعمل دكتوراه بانخراط الاشخاص ذوي الاعاقه بالحياه السياسيه والمدنيه بلبنان، يعني ما بعرف شو هالصوره النمطيه يلي دائما بجربوا يصوروها للناس.